راكو ناسا عبد الله. كيف ما قلت لك مشيت مع منانا عاونت في واحد العرس. ويلي عبد الله علاش كما باغي تولي مقفه انت بحال مراتك؟ ولا ايوا شنو انا غنمشيت بلاصيت لالا غيتا مريضة ما عرفتهاش مرت فيها وقيلا قالك فيها الهواية ولا ما ايه هذيك ديما فيها الهواية من الصغر وهي شادة الهواية ما بغاش تفارق معها وزيدوا ناس يتعامي علاش الراجل ما يكونش نقاف انا ما بغيتش تفهم ليش شحال كاع الناس هما ضد الرجال النقاف علاش ولكن عبد الرؤوف تنقاف تراها معهودة للعيال ماشي للرجال شحال من راجل كيدير الحرفة اللي كدير مراته بحال لا ربيعة هي أستاذة وراجلها أستاذ ايه متفق معايا ايه الطبيب اللي كيداوي منانا هو الطبيب وهي طبيبة كاينة ولا شوف هذاك السي عبد السلام فكرني طيحان ولا تقليا السي عبد السلام تقليا ايه قلت عليه ايه هذاك اللي كيبيع الخزور والمعدس هو مراته في مرشد الجملة واللي لا تفارقوا هو ولا كيبيع المعدس هي ولات كتبيع الخزور ساعة هي قلت له السن زادت النعناع شرب شرب انت يا راك وناسا وزادوا بينه وبينك ستامي باش يكون راجل نقاف وعليه خصو يكون مرامر مورا ومحزن بحيطوره منين كتجيب هاد العبارات الزوينه هاد الكلام الحلو منين كتجيبو منين انا اللي حافظ هادشي كله وكيت هاد العرس العرس ياك داز بسلام ياك ما درتي شي كسيده طيحتي العروسه من الطيفور ولا العروسه خفيفه والطنق ديال راجلها عرفتي سبعه طون يلا انا بديت نهز فيها وانا اذكر وعنا وياها ايوا ما نهزوه ولا هزيني انا وناسا راك وناسا باسيلي لو ناسا واش انا سامي بسم الله الرحمن الرحيم سيدي اوف صباح الخير يا لاله منى بخير لاباس الله يبارك فيك لا مشيت للراجل نوض يلا نمشيو واش نسيتي اليوم ما نسيت والو عملي كتقولي سيدي اوف كان عارف وقت خلاص والله نمشيو نتخلصوا دابا سدوا علينا عافاك السي تامي هادي حدي عطا رجع نكمل انا عندي بزاف نقول لك وناسا تالله يا لاله منى الله يهديك يا ربي تامي سير سد سيدي اوف دابا بغيت غنعرف علاش ما كتبغيش تخرجي معايا للزنقه غير الا كنت غادي نمشي نتخلص حنت انا ماشي مساليه نخرج نتحدى معاك في الزنقه كنجي معاك لصندوق الدفع خايفه عليك يضحكوا عليك في الخلصه ولا شي واحد يأس عليك يخليك تخرج ويديهم لك وعلى هاد الحسبه هذه راه كنت هي الكارت كور ديالي بحال داكش لا ما قلت عارف القلده هي هذيك واني العضلات شويه ناقصي الحق ما كاين بس اللي ناقص لك في العضلات زيدك في اللسان ايوا الحمد لله قد فمي قد دراعي زيدي قد زيد انت قد لا زيدي تيك زيد انت زيدي تيك ولا نزيدو بجوج يلا عيد مزيان الله يرحمه هادي بدل علينا ملاك دم راسو العين الحاجه واش ني راسو العين بدلها صافي بلاتي راه كاينه وحده تاع هي لا صافي هي هذيك سير وريني يا قالك سير سير بلاتي نعطيك لا هنا من خرج تعطيني هاك سير عادي من يعطيني هادي حيدي هاك بارك عليك هاك زيد يا من عطيني 20 درهم صافهم ايوا وفلوس الحمام راه شارو ما مشيتش للحمام راه وليت كانت حتى تبلوسخ هاك بارك عليك واسي زيتيني
يا سي زيتينا شنو هذا؟ ايوا وفلوس الطياب. ايوا كامل شويه عمر الخباب بلاصتك على مالك انت مشلل. ايوا واخا نعمر الخباب الراس وظهري كغادي تنحكوا الحكم رجليه. ستي فيه ارغب شي واحد يحكمك ظهرك على الدنيا تقدمنا الخير. وهذاك الشيء اللي كنشوف غنطلب شي واحد. وعندك تنسي راه قاوتيني باش تشري لي بورتا فرشر. وهذا ما بقى ليا. كيفاش هذاك ولا علاش داك قلتي لي واخا علاش قاوليني علاش؟ ايوا حتى قاولتك ايه ولكن باش يقبل الصيف حتى كثروا العراسات. اما دابا العياذ بالله الجفاف ما بقى حد يتزوج. ايه عمرو العيالات راه ولاو قارزين وفايقين ماشي بحالي انا كنت كانبو. يا طول لك لسانة انا اللي خصني نقولها اللي زرفوني فيك وعطوني صغيره وعيني مغمضين. صغيره وعينك مغمضين شتي صغار منك انت في العروبيه كانوا مزوجين ومطلقين بسته ديال الدراري. زيدي زيدي وهذيك راه العروبيه ما هذه راه المدينه. المدينه زرفوك فيا ما عادش كل اللي تزرف الاخر انا وانت هي اللي رابحه معايا دابا. شوف راه كيتسنى الضو والثلاجه خاويه. ماشي شغلي انا خصك تشري لي بورتابل. قولي لي ومني شري لي البورتابل غادي تعيطي ليا؟ اي حيت الا ما عيطتيش ليا انا ما يسرسرش. مالكي ثاني مالكي جاتني الدوخه. عويني مالكي لا عندك عندك ديري فين عندك تموتي بحال موت وتخليني بوحدي. لا انا مزوج فيك اش وقع لك؟ مالكي مالكي من هنا واقيلا هذاك الدواء ديال الطانسيو اللي عطاني الطبيب واقيلا طالع بالدوز. شنو الدوز؟ قولي لي الدوز اش الدوز؟ عبد الرؤوف عبد الرؤوف سير بغات لك دقه بلا عتقه. شكون اللي يمشي للزنقه ويجيب لك النفقه؟ شكون؟ قلت لي الدواء. ها هو غنجيب لك الدواء. الله يا ربي الله فين كانوا عينيا تناخذ بحال هذا الراجل؟ انا اللي فين كانوا ديالي اللي كانوا كيعاودوا لي على قباحتك لا ما سمعت كلامهم. الحمد لله ربي اللي قبلت عليك وعلى لسان داك لسان ديال الراحه. دابا الموتور ديالك تسكن انت واعطي الراحه لراسك وفري الباتريات وخليك شويه في لاشارج. قال لك الطبيب دير 20 نقطه. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. عبد الرؤوف يا عبد الرؤوف. نعم. زيد عليا لقطه راني جاني البرد. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش ثلاثاش خمسطاش ستطاش سبعطاش عشرين. ها كيقولي بسم الله بالشيفة. وشحال درتي من القطرة؟ عشرين كي قال لي الطبيب. ما عندك تغلط أنا عارفك ديما تغلط. لا لا واخا كان غلط كنعاود غلطت ثلاثة المرات وعاودت من الأول باش تكمل عشرين. إيه باغي تقتلني؟ هاك خود بدل هاد الكاس بدلو. ما في والو ما لوش فيه. اش داريت انا هاد الراجل؟ الله يا ربي الله. ناري تحت كنت غادي نزرق من هنا. مرحبا 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 هاك بيتا جلسوا جلسوا هات جلسي انت هاك وجلسي انت ما كي دايرين لا لاباس لا 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 ربي على الله يبارك فيك سيدي عبد الرؤوف. كيبقى راجل باقي في العوايه ولا كي داير سيدي عبد الرؤوف؟ الحمد لله الله ايوا كي لقات منا انا راه باقي هي العافيه الله يجعل السلامه وحنزي فيا. ايوا بلاتي عليك انا جايه عليك راني سمعت كل شيء اللي كتقول. شوفي يا كلبوه ولا ولا سيدي عبد الرؤوف. عسلامة 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 سلمك. كيف بقيتي يا حبيبة؟ شوية الزين اللي بقى فيا كملوا لي هذا الراجل الحمق وانا سير جيب لي الدواء اللي كملتيه في يومين نوض. ما انت بعد راه غلطت الطبيب وعطاك الدواء ديال القلب. انت راه ما عندك قلب بلاصتو كاينه ما كاينه هاد الحساب. اري لا بغيتي نمشي نشري لك الدواء ديال اللي كيكبر الكبده. ايه حيت ما عندك كبده
نهار شديت الفراش هو كيقشب عليا قال لك لا لا كيف راح من اللي كان مرض باغي يحكم ونوض نوض فرماسي نجيب الدواء الله يعطيك عقل انا عندي العقل غير مقاس وانا بغيت نبقى هكذا على قبل وليت كنفهم بزاف غتولي عندي مسؤوليه وانا ما قاد على مسؤوليه وانت يا لالا انت اللي كتقولي ما كيفهمش راه مطور وعارف راسه واش كيدير من نهار عقلت عليه هو هكذا مره كيحضر مره كيغيب هذه عندك ما عندي ما نقول ودابا انا حاضر وغادي غير نمشي نجيب لك الدواء عمري دا وما قعدنا ويلا جا عبد الرحمن وجري ولي علي لا يردك انا سميتي